منافسات بطوله الدوري الممتاز. قبل هذه القمه لازم يكون في ترتيبات من ناحيه التنظيم والتامين، عشان كده عندنا اسئله كتيره جدا مهمه. ازاي هيتم تامين هذه المباراه؟ ايه الاجراءات اللي لازم جماهير القطبين تلتزم بيها؟ اسئله كتيره هنجاوب عليها دلوقتي مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر زوم، العقيد محمود القاضي، مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين مباراه الاهلي والزمالك. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ الشاذلي، وصباح الخير على الاستاذه بسنت، وصباح الخير على الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. في البدايه، ازاي تم الاستعداد لهذه المباراه؟ الحقيقه طبعا الاستعداد لتامين مباراه القمه ده استعداد طبعا لا ينقطع، نظرا لان طبعا القمه دي كلاسيكيه من كلاسيكيات الكره المصريه. الحقيقه احنا كان عندنا مباراه امبارح، مباراه سيراميكا، تم عمل بروفا، المجموعه الافريقيه اتمت بروفا قبل مباراه سيراميكا، يعني وضع الرتوش النهائيه قبل ان شاء الله المباراه، وفي كمان بروفا هتتعمل النهارده استعدادا يعني ايه للمباراه. طبعا كان في اجتماعات امنيه سابقه من اكثر من 10 ايام بحضور المسؤولين في الناديين والمسؤولين على التنظيم، وتم الانتهاء من كافه يعني كل التجهيزات، واحنا جاهزين ان شاء الله لاستقبال الجماهير النهارده، وبنتمناها ان شاء الله تكون عرس قروي يليق بالفرقتين ان شاء الله. طب ايه الخطه اللي تم وضعها عشان المباراه تكون مستقره طول 90 دقيقه يا فندم؟ طبعا احنا الاول هنتكلم على خريطه دخول الجماهير لارض الملعب، عشان برضو بعض المشاهدين بيحبوا يطمنوا او يتاكدوا هيتوجه يدخل ازاي. هنبدا الاول بجماهير نادي الزمالك باعتباره الماتش للزمالك. النادي الزمالك مخصص للدرجه الثالثه يمين 3000 تذكره، هيدخلوا من باب النصر ومنه مباشره الى المدرج. جماهير النادي الاهلي مخصص لها 3000 تذكره، هيدخلوا مخصص ليهم مدرج الدرجه الثالثه شمال، هيدخلوا من باب صلاح سالم ومنه مباشره الى المدرج. في عندنا الساده الاعلاميين والصحفيين مخصص ليهم 70 مكان من خلال كشف معتمد، وهيدخلوا بموجب الكارنيه، هيدخلوا من باب آل رشدان وهيتوجهوا داخل الاستاد إلى المدرج الخاص بالصحفيين والإعلاميين بالدرجة الثانية. في عندنا حضرتك 40 مصور فوتوغرافي مصرح ليهم بالتواجد داخل الملعب. فاضل لنا المقصورة الرئيسية ودي للسادة الضيوف، وهيبقى مخصص ليها 25 كرسي ل مجلس إدارة النادي الزمالك، و25 لمجلس إدارة النادي الأهلي، و25 لاتحاد الكرة، و25 لجنة الأندية، بإجمالي 100 مكان. دول من خلال كشوفات معتمدة والدخول بالتحقيق الشخصية الخاص بيهم كده. ده هيبقى فاضل لنا بس اللاعبين والحكام، ودول هيدخلوا من باب مختلف تماما عن كل الابواب اللي احنا قلناها، باب الفروسية ومنه الى غرف اللاعبين والحكام المخصصة ليهم. عظيم. البوابات هتفتح الساعة كام يا فندم؟ ولحد امتى في امكانية للجماهير ان هي تدخل؟ تمام. المباراة ان شاء الله هتبدأ الساعة 8:30 مساء، فتح البوابات اعتبارا من الساعة 5، وهتستمر حتى الساعة 8، من 5 لـ 8 ان شاء الله جاهزين لاستقبال الجماهير. طيب ايه الموانع يا فندم المحظور دخولها مع الجماهير داخل الاستاد؟ بالنسبة للموانع، طبعا هو المباراة بتاعت النهاردة هي مباراة ضمن الجولة، ختام الجولة 14 من الدوري، مفيش أي إجراءات استثنائية بخلاف اللي بيحصل في كل الماتشات اللي فاتت في الدوري. ولكن أنا أحب أكد على إن طبعا الممنوع اصطحاب الشعلات الحرارية اللي هي الشماريخ، ممنوع اصطحاب أي مواد غذائية، أكل أو شرب في معلبات مغلقة، ممنوع اصطحاب السجاير والولعات ومشتقاتها وخلافه. بأكد برضو على عدم تواجد أي مواد دعائية، سواء كان على تيشيرت أو على لافتة تحمل أي حاجة دعائية، مادة دعائية أو مادة مسيئة لأي حد خارج السياق يعني.
طيب عظيم. بخلاف كده ان شاء الله الامور ان شاء الله تكون ميسره. احنا مجهزين الاطقم مدربه على موضوع التفتيش وتسهيل وسير الجماهير، في عناصر امن نسائي متواجده على البوابات وفي المداخل لتوجيه الجماهير اللي هتكون متواجده. في خطه التامين طبعا تم وضع خطه تامين محكمه لارض الملعب للسيطرة على أرض الملعب وعدم تواجد أي حد مش مصرح ليه، وتوفير الأجواء المناسبة للمباراة دون أي يعني زيادة أو دون أي حاجة أكتر من اللازم. الماتش إن شاء الله هو بالنسبة لنا مباراة عادية، لأن دي القمة رقم 8 اللي تقوم الشركة الإفريقية بتأمينها، فسبق وأمننا 7 مباريات سابقة للقطبين الأهلي والزمالك. إن شاء الله إحنا جاهزين، ننتظر التوفيق من ربنا وننتظر التزام ووعي الجماهير. عظيم جدا. هل في رسالة في النهاية حضرتك تحب توجهها لجمهور الفريقين؟ طبعا هي الرسالة يعني الروح الرياضية. المباراة هي مباراة عادية، الدوري كتير، مباريات كتيرة، دي مش نهاية المطاف. شجع فريقك، افرح لو فريقك كسب، طبعا اكيد هتزعل لو فريقك خسر، بس دي مش نهايه الدنيا. صحيح. الرياضه مكسب وخساره، نهني الكسبان ونقول له مبروك ونقول للمهزوم يعني هارد لك، وان شاء الله يعني قطبين الكره المصريه دول يعني مصر كلها مقسومه اهلي وزمالك، فيعني دي في الاخر مباراه كره، نتمنى ان هي تخرج في اطار الروح الرياضيه ان شاء الله. كل الشكر ليك طبعا العقيد محمود القاضي، مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين مباراه الاهلي والزمالك. شكرا جزيلا ليك يا فندم.